اللي هو حانشة وعي الصومالي حقو كيمي حقو تشوغا وحوير حسدي حماس أموره كم الصعدان أموره حيكون صعدان دن إياه مصلحة صومالي لأن مصلحة ده هي دن تيده أيه كش قينا يسار مرقى ورتو حلو شيء إن دتك صومالي لأن ده دي فيني صومالي إنما وحلا إلا هي قرن صومالي إن كله لولي إنا وح قرن صومالي إلا إلا هؤلاء اللي ودلي هاي تيرين دتك صومالي دونا إنا يكالا دل يهين أو كالا دد يهين أو كالا دن يهين واي بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كي كفدا ميتسان تضباد لها ومانتا آنو أرمهان دلك تاغن إن قيب أو قيبنا نهرت قيب تيسي هورا إمكا آنو كاد دونو قيبها دمنا يوغو تفتران آنو مركا آنو بحي دونو مركا وحانا دوننا إنسي علمييسان أو آن عاطفة بلهين أمورها لوغا هدلو لبعض ما أنا أقول لنا وحويان وجمهوريدا سومالي لان يو سومالي دا يو هشيس كان هرلع عم التفاهم كان ليس فهمي ما أنت دويتو أي دولة جمهورية سومالي لان مدحوينة هذي رئيس الوزراء إثيوبيا أي صحيحين طوري أرطى إلهي سبحانه وتعالى سعر ميسان الدعاية نقال لنوحه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يعني كواسا لي يعني سدعي إلي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم تتكى وحسو الشيغة خير كيسفرة قوة سوى ليبانين وليبان بيشن ددك كالتاقة ايس خلافة مركة وليبا وحيالا عد إلى هاي دي نوشيغة إيو آدم يقول وقتصو وصدا عذابت ما عذابت آخرة عذاب إفكا أبا أياكو عيسى مركا ايضا لبضا عينو هينو ضدكو اني ليبان تدونتان وإفريين ايين عذابتا دي اي دونتان وحي نورتي نوك دونينا ليبان بيد دونينا اف اي اخربا اينو دونينا اهدينو ضدكا جمهورية دا سومالي لان اينو نحي سو دولد بينو سميساني دولد دونا وارن آديات قيمة اولا وكا كوبن وعيكا كوبن تاي دد يدل يدستور سلاسي دولد نمدو ايكو سميسن تا حكمنا ويلاد مركا انغو انتا عايسان وحن دونين هذي اتير ان حكم كين ونغضو حكم حيبد يحوق لي سمال لدواني حكم حيبد يحوق لي ايالتا حيبد دا يحوق اسنا اي مركا دات كيدا يدل كيدا كبلاق لا امكا وحا أموقتا أو أينو أركينا إن سيبا مالمهان دنبي أما هشي أما جبو هشي أما جبو تانو غتارين كيدي أما رنكن إميكا أتصاب ما أنت دويتو مدحوينا يريز الوزارة كود حمران نغته إن هذا الله بضاني أي صود حاني كان هذا الله واسو كاني غار أفلقادو أما بمركة قاركود ديدفين للديدفين هي جمهورية دي الصومالي لان فورت الصومالي مركة ليلة هادين دون انو سيقات علميان عاطف الله انتلين وين الصومالي قو صومالي وام حي اللي هو أحانش وعي الصومالي حقو كيمي حقو تشوغا ووحس علمي هو أركيولوجي يا أنثروبولوجي يا سوسيولوجي علوم تابني آدم كوحكو بارو انت لغو بارو اي تاي الله سوغو سي إساقي باني مكسوغنين مرقا ورتو حلو شاقي نددك سومالي لانا ديدي فيني سومالي نما وحلا إلا هي قرن سومالي يدن كل لولي إنا وح قرن سومالي يدلي إلا هؤلاء ودلي هاي تيرين ددك سومالي دونا إنا يكالا دل يهين أو كالا دد يهين أو كالا دن يهين
مركا سومالي لاند مركا عين اوني مادنو وحويا ودل قرن اه او يسو دلك الصومالي اللي لا فدرالك الصومالي مراي وحسكو درسدين لكن امك اعني شغل سكول هاي تاسو عاد هورن وينو شايد بوقت وحويا مركا ارنكن امك وصوب حي ايه لدمعي ان وح سومالي نمبري حيسد كبيرة بنتي لصو كعيو وحوير حيسدي حماس أموره كم السودان أموره حيكون السودان دن إياه مصلحة سومالان مصلحة ده هي دن تيده أيه كش قينا يسار أي دت كده كم معمول يسوم دت كده دن تيده هي مصلحة دنيدو مصالح هي دنا للي مركها دن تاني هذين قطين عينو iskaashi lala yeesho dal kale ee dastuurku wuxuu xaq u siinayaa xukuumadda marka joogta inay dal iskaashi la yeelato ama ay la yeelato heshiis la yeelato wax wada qabsi la yeelato ayuu dastuurku xaq u siinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta uu itaalka u tagay haddii arin uu isagu la noqotay in ay maslaxadii ugu jirto Soomaaliland tagay ra-iisul wasaare Itoobiyana ay iska arkeen oo dabeedna ay arrin soo saareen la yidhaaho heshiis isfahama horta waa mid dastuurku u banaynayo hase ahaatee waxa markaa isna waajib ku ah inuu dadkiisana u sheego baarlamaankiisa baarlamaanka Soomaalilandna golaha guurtida golaha wakiiladii golaha boolisidana la keeno oo waxa la wixii isagu maslaxad moodo waa laga yaabaa in dadku ay isku khilaafaan oo dadna aanay maslaxad moodin dadna maslaxad moodan sida imika waa dhacday maxaa markaa ay noqonaysaa wixii alxad alfaasil wixii kala saaraya waxay noqonaysaa dadkii oo loola soo noqdo dalka lahaa isdadka dal kale iyo dadkii mu-asasaadkii ama golayaashii ay egmadeen ee golaha wakiilada iyo ay siiba golaha wakiilada ay doorteen in lala soo dhex dhigo sida qodobka qodobada afartanaad iyo baan u malaynayaa ay kuwa dastuurka siday tahay ay ku caddeen muujinaysa waa in la keenaa marka dabeedna haddii markaa laysla garto markaasunbaa maartay hadday tahay isfaham iyo hadday tahay heshiisba iyo hadday tahay wax wada qabsi iyo iskaashiba markaasuu may noqonaysaa qaanuun iyo sharci ay noqonaysaa iyo heshiis sharciya inta ka horeysa se waa isfahamu weeyaan marka dadku inay arrinta gartaan weeye dhinac si kastaba ha u eegayeen arrinku inuu arrintaa ka ballaadhan uu yahay sideedabana ay Soomaaliland arrinkaa iyadu ay xaq u leedahay oo aanay cidnaba haba yaraatee aanay u daba fadhiisanayn hadday xataa waxaad moodaa arrinku maaha uun inuu meelo geeskii afrika aha uu ka keenay hadal sida dowladda Soomaaliya ee federaalkaa waxaad moodaa imika in la raqaajiyo meela dibadda aho sida masaalid oo kale uu hadalka keenay waxaasoo dhan waxaa u dawaa oo ay tahay masaalidu maslaxad hadday ku lahayd niilka ya iyo millennium dabkan diirka laga dhisay haddii ay kuwa waxa Soomaaliland maslaxadeeda ay leedahay ay u gaarka ayay leedahay sidaana in xataa dun waliba ninka kala dantiisa iyo maslaxadiisa u fahmo yaa du fahmi waayo dee markaa waxa weye halkaa isdhaaf baa ka yimi waxaan ku gebagabaynayaa waxa weeyaan arrimaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay iyadu dowladnimo u leedahay ee dadnimadeedu iyo dowladnimadeedu ay siinayso ee aan murankeeda ku jirin ee dal ah ee dad ah ee dastuura ee dowlada intaasoo dhanba dadka Soomaaliland inay yeeshaan madaxdana waxaanu furayn halkan uga dayna aanu furayna war inoo ilaaliya dowladda haybadeeda iyo quwaddeeda dadkiinana wuxuu sheega oo inta badan dee waa hoos baa u degamsan tihiin oo waxna uma sheegtaan hadduu madaxweynaha yahay iyo haddii ay wasiir yihiin war dadka waa in wax loo sheegaa mar walba dadkaaga haddaana dacwadooda iyo waxaad doonayso aanad ka dhaadhicin oo aanad u sheegin oo aanad
ده وحي خيرك كتير أم بالمعروف والنهي عن المنكر أنا تصدق وشيجين يا ده دي بنت عينو دوني إنه مركاو حال نقصان وين بيه كتير يسوع هذه يصير مرن بيه كينس أستنا مكايو كنتو سمرن كوغب حو وين دتك الله الله حلوش يا جا دولة ديننا هي بديدة يحوق جيدة بقى لا إله إلا الله نساه بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.